اهلا بحضراتكم مره تانية. بنرجع معاكم لمتابعه الصحافه. الانتخابات الامريكيه بالتاكيد بتحظى باهتمام عالمي كبير، وخاصه مع استمرار الصراع بين ترامب وبايدن، على الرغم من انه الانتخابات يعني شبه حسمت. بوابه الاخبار خبر بيقول جورجيا تصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية. صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية أمس الجمعة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية على حساب منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. جاء ذلك بعدما أعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسنبرجر أن تدقيق الأصوات وإعادة فرزها يدويا أظهر فوز بايدن بالانتخابات في الولاية، ليتم تثبيت فوزه بالولاية اللي بتمنح 16 صوت في المجمع الانتخابي، وده من أصل 538 صوت. على ضوء ده أصبح بايدن اللي أتم اليوم الجمعة 78 عاما الرئيس 46 في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت لا يزال ترامب غير معترف بخسارة الانتخابات أمام نائب الرئيس الأمريكي. للحديث عن مستقبل العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين امريكا والصين ينضم لنا من واشنطن دكتور صلاح حسن، استاذ الاقتصاد الدولي والتسويق العالمي بجامعه جورج واشنطن عبر سكايب. صباح الخير على حضرتك دكتور صلاح. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدي البرنامج من واشنطن. دكتور صلاح، سيناريوهات ربما متوقعة يراها بعض المراقبين والمحللين تتعلق بسياسة بايدن الاقتصادية خاصة تجاه الصين، يعني هل سيسير بنفس سياسة وتشدد ترامب أم سيتخذ إجراءات أكثر تخفيفا؟ يعني الصين يعتمد عليها من قبل ربما دول العالم أجمع فيما يتعلق بالأمور الصناعية أو التصنيع بشكل كبير اللي موجود في جمهورية الصين، ولكن هناك شد وجذب كان بين ترامب وبين الرئيس الصيني وصولا إلى حد يعني مش عايزين نسميه تراشق، ولكن النبرة العالية من قبل الرئيس ترامب وأيضا الرئيس الصيني، لكن هل سيستمر هذا الأمر أم أن بايدن يمتلك سياسات أخرى وأدوات أخرى للتعامل مع هذا الملف؟ هو طبعا سؤال ممتاز جدا، بس أنا أحب أوضح وأعتقد أن أنا لست مبالغا لما أقول أن هناك تباين واضح جدا ما بين الرئيس ترامب والرئيس المنتخب بايدن بما يتعلق بالعلاقات الدولية وخاصة العلاقات التجارية الدولية. أنا هجاوب على سؤال حضرتك، بس أنا أحب أوضح نقطتين. إزاي هذا التباين هيأثر على العلاقات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ أولاً أنا أحب أوضح أن العالم من وجهة نظر الرئيس ترامب هو له منظور أحادي النظرة للعالم، وبينظر إليه من الناحية اللي بيسميها أمريكا أولاً، اللي هي النزعة الوطنية، وكأنه في حملة انتخابية. أمريكا أولا طبعا ما حدش بيناقش أن أمريكا أولا، ما فيش مشكلة في كده، بس هذا لا يعني أن أمريكا أولا أنت تتخلى عن الاتفاقات الدولية على سبيل المثال. فنظرته أحادية، وبيرى أن أي اتفاقات دولية قد تكون مجحفة بالولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، وهي نظرته تجارية بحتة، وبيبص على العلاقات الدولية على أنها معاملات تجارية. على النقيض من ذلك، وأنا بوضح، أنا مش بحدد معالم الشخصية، بحددها من التصرفات اللي قامت بها في الأربع سنوات الماضية. نعم. على النقيض من ذلك، بنجد أن الرئيس المنتخب جو بايدن له صورة مختلفة تماما، وهي أكثر ما تكون بالتقليدية السياسية الأمريكية الدولية اللي احنا اعتدنا عليها في يعني السنوات الماضية ما قبل انتخابات ترامب ووصول ترامب للسلطة. فهو بيعتمد أساسا على التحالفات الدولية
وعلى المؤسسات الدولية، وبايدن بيقدر يثمن التعاون مع الأطراف المتعددة على النقيض من ترامب اللي هو نظرته أحادية. نعم فإحنا طيب وضحنا معالم الشخصية بما يتعلق طيب دكتور بالعلاقات صلاح، يعني الدولية. بالتأكيد خلينا دولة بحجم الولايات المتحدة ودولة بحجم الصين لابد أن تكون هناك ملفات مشتركة، ولابد أن يكون هناك تعاون حتى لو كان هناك شكل من أشكال الحدة في التعامل العلني عبر وسائل الإعلام، لكنه بالتأكيد يعني هذا التعاون موجود في السياسة الأمريكية والصينية. شكل هذا التعاون وخاصة على المستوى التجاري، وهو بالمناسبة يعني هذا الصراع ليس في صالح أحد منهما. ما أنا هأوضح النقطة، أنا بس حبيت أوضح المنظور بتاع الرئيس ترامب والمنظور بتاع الرئيس المنتخب بايدن. خلينا بقى نحط المنظورين دول في الموقف الحالي اللي هو بيتعلق ببكين. ازاي واشنطن هتتعامل مع بكين وفي حالة طبعا وصول بايدن لان يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة؟ فبالنسبة لذلك الكثير قد يخطر على بالهم بأن الصين قد تكون سعيدة برحيل ترامب. في تناقض هنا، هو لما بنبص في التغطية الإعلامية الصينية داخليا جوه الصين، فبنلاقي التغطية في فترة الانتخابات الماضية كانت كلها مركزة على انتشار الوبائي في الولايات المتحدة، ده أول حاجة. والحاجة الثانية على بتركز على النزعات الطائفية وانقسام المجتمع الأمريكي. لكن في فترة الانتخابات لم يركزوا إطلاقا على العلاقات مع الصين، فبالنسبة لهم هو هل الورقة الرابحة بالنسبة لهم إن وصول ترامب لأربع سنوات أخرى؟ ماذا هذا يعني للصين؟ إذا كانت إمكانية لترامب أن هو يعاد انتخابه لأربع سنوات، وهذا غير قابل يعني، لكن إذا كان هذا الطرح في أروقة الكواليس الصينية، فإن هذا الطرح طبعا سيجلب لهم ثمار. أولا أن الولايات المتحدة منقسمة داخليا، وفي الأربعة السنوات القادمة إذا كانت استمر الوضع ما هو عليه بتواصل العلاقات الصينية إن هي تصل إلى حد الصراع التجاري، فإن الصين ستعتقد أنها هي تكون الكاسبة من ذلك، هذا في حالة استمرار ترامب. طبعا على النقيض من بعض الجهات الإعلامية التي تهلل بأن الصين سوف تهلل لانتهاء مدة ترامب، هذا غير صحيح. الصين حريصة الآن لما سيأتي به الرئيس المرتقب بايدن. أولا الرئيس المرتقب بايدن سيوحد الشركاء الأوروبيين، وهذا في حد ذاته هيكون له تأثير تجاري سلبي على الصين. أوكي. الحاجة الثانية إن الداخل الأمريكي، طيب دكتور صلاح، هو يمتلك هذا الأمر، معلش أنا آسف، يصور له الإعلام الصيني على ممر الشهور الماضية أثناء الحملة الانتخابية، وكان يصور بأن أمريكا منقسمة على بعضها، وكأن أمريكا والعياذ بالله سوف تقوم فيها حرب أهلية. هذا الإعلام الصيني بيركز على هذا المحور، إن أمريكا منقسمة وفي انقسامات وفي انتشار للوباء. الإعلام الصيني الموجه ركز على هذه الرسالة في فترة الثلاث شهور الماضية. هذا يعني إيه؟ هذا يعني أن في دوام الحال من المحال بالنسبة لترامب، لكن دلوقتي في بايدن يعني هو الرئيس المرتقب، فهذه الحالة ده طبعا آمال الصين هتتحطم. ليه؟ لأن دلوقتي الصين هتواجه أمريكا المتوحدة
لان مش ده الشعار اللي كان ماشي بيه ترامب، ده الشعار الجديد بتاع بايدن ان هو one nation we are united، وما فيش فرق دكتور ما صلاح بين معلش اسمح لي بسؤال الجمهوريين، انا بخدم جميع الامريكيين. لكن النقطه الثانيه ان انا بحب اوضح عليها وحدي لحضرتك الفرصه تسال السؤال لحظه واحده، ان دلوقتي المواجهه مع العالم اللي هو تقليديا بيطلق عليه بالعالم الديمقراطي بعد الحرب العالمية الثانية والمؤسسات الدولية، إزاي الصين هتتفاعل مع التحالفات الجديدة اللي هيعيدها إلى مسارها القديم الرئيس القادم بايدن؟ فهذا سيوجه قلق للجهات والأروقة الصينية حاليا. هذا بما يتعلق أن إزاي الصين ستتحول في تعاملاتها من التعاملات السابقة اللي هي فيها الحدية والتنافسية مع ترامب إلى التعاملات اللي هيكون فيها مواجهة يونايتد ستيتس، وفي توجه للتحالفات إعادة التحالفات القوية للولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين. نعم. حضرتك تحدثت عن أمريكا واحدة يا فندم، تحدثت عن العلاقة بالاتحاد الأوروبي وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إقناع الأوروبيين كشركاء في ملفات عدة خاصة الاقتصادية، منها مع الولايات المتحدة الأمريكية أنها تقدر تقنعهم بهذا بالتعامل بهذه الكيفية. لكن هل فعلا الولايات المتحدة قادرة على هذا الأمر، إقناع الشركاء الأوروبيين؟ هل الصين ستقف عندما يعني صامتة عندما ترى هذا الأمر، أم أنها ربما يكون لها سيناريوهات أخرى أو تحركات على الأرض قد تختلف؟ سؤال آخر يتعلق أيضا بمستقبل الرسوم الجمركية اللي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين. بالضبط، أنا هجاوب على جميع أسئلة حضرتك. أنا هاخد حضرتك دلوقتي من بكين إلى برلين، عشان ده يعني برلين مهمة جدا في التحالفات اللي بتقوم بها الولايات المتحدة. من بكين إلى برلين هنشوف دلوقتي أن على النقيض طبعا برلين تهلل وتتنفس الصعداء لانتخاب الرئيس القادم بايدن. على فكرة أنا عايز أوضح أن في استطلاعات للرأي في الشعب الألماني، شعبية ترامب كانت 10% فقط. هل تتخيل بأن شعبية ترامب في موسكو وفي بكين كانت أكثر من 10%؟ وهذا على حسب الاستطلاعات الرأي اللي قامت بها أحد الهيئات الإعلامية. فهذا ماذا له دلالات كثيرة. أولا شعبية ترامب في أوروبا يعني لم تصل إلى هذا الدنو في أي من الرؤساء الأمريكيين السابقين. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الحلفاء القدامى للولايات المتحدة يعني أداروا ظهرهم لترامب، لأن ترامب أدار ظهره لهم. وده لي مردودات اقتصادية كثيرة. فالانتخابات في جولة الانتخابات اللي قام بها الرئيس ترامب كان دايما يهلل ويقول ان المصدر صناعة السيارات في الولايات المتحدة بتهدده صناعة السيارات الألمانية، وكأن ألمانيا هي دولة غير صديقة وغير حليفة. فهو تحالف مع دول لم تكن لهم تحالفات مع الولايات المتحدة في السابق. نعم. على سبيل المثال كوريا الشمالية. هو بالتأكيد هيكون هناك يعني تغيرات في السياسة الأمريكية بشكل عام مع تغير الإدارة الأمريكية. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور صلاح حسن، أستاذ الاقتصاد الدولي والتسويق العالمي بجامعة جورج واشنطن. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب.